السلام عليكم. هلا، السلام السلام عليكم عليكم. يا باترون. وين الروج؟ الروج وين؟ ما فهميش الروج من بين طلع اللي قول اللي يا ابا اللي وين اللي خلينا نكتب اللي يطلع يطلع هو السلام عليكم. هلا اخوي ابراهيم. سلام بابا. سلام. صباح الخير. هلا الكل. سلام عليكم. حاوز فيك في النيمو صاحب، انا جايكم للنيمو. اي حتى النيمو شو نجي فيها يقول صدقك حتى في النيمو ما تحكيها، ما تطلعش مراد بعث لك، خلنا بدي يطلع مراد. شوف مراد، انا كلمني مراد. ها والله يا تاجيت والله يا بعث له بزن جورج. مراد غادي. مراد لا يبعث له مراد. ايه رايك بالواحد؟ اسمع، خلناه بدينا وشوف مراد والله مع بعض. انا الله انا كتبت الله يا وين راح خلينا نشوف ولا باش نقول له شمسه ما كنت تبانيت قاعد نتفرج من ديسكورد لايف تبانيت تفرج في ديسكورد ما هذاك علاش ما حبيتش نحط ديسكورد تقوم ما حطيت السكرين هذا يا ولاد مازال ما بعتليش يا بعث يا مراد يا بعث يا مراد وين مراد تقول له وابعث صحيبي مراد لا بعث مراد بعث سارجي سارجي مراد لا الولاد عليا نخرج سي بون كلمني يا روج صاحبي راهو فهمتني دونك نورمال معناتها يا مراد مالو اش ني مراد تونس الكونيكسيون تاعك في تونس وي نحكي لك حكايه عايش خويا انا جيت باش نفسر لك باز خويا الغالي راهي ريتها مشكله بين زوز رابوريت مهما كان وتتحل في الانستغرام راهو عيب للراب معناتها انت نيتك باهيه اما راهي حاجه خايبه برشا المشكله نتاع الراب باش تتحل باش تتحل قدام في خاطر العباد يا في خاطر العباد والله قدرك على راسي وعلى عيني ولا جد ولا معزه فيك انت خاطر تعرفني نحبك صح ومراد الروج هذاك هذاك شو فهمت فهمت مش مشكل يا ودي حتى هو قال كيك رابير احنا قلنا نجي ها مراد زيد قلنا نجي ها مراد ها اخوي صباح ها مراد صباح صاحبي كنت ستريمي غادي ها يعني توا نستريمي ديجا حال اللايف انا نستريم ولا جيت على خاطر كلمني قلت له راني جيت خويا انت معول عوق خويا معزه وانت خويا مراد قلت له انت صاحبي معناتها وش باش نحكي لك لا يا وين والله يا زلمه وين والله يا يا مراد مراد راه والله عيب عيب كبير على الاخر قول لا يا مراد تتفضل في انستغرام والله نعم تفضل يا نحب اسمع شو باش نقول لك اسمع شو باش نقول لك برك تعرف 10 سنين انا وياك وتعرفني انا معناها شنيا انت شنيا وانا شنيا والله يا عمي اقسم بالله لا حكيت اي انستغرام لا حكيت انستغرام لا سناب شات لا حد شيء يا خويا نحن انا نعرفك انت شنيا انا نعرفك انت شنيا فهمت وعمر زاد نعرف شنيا والله خليه توفى الحكي يا خويا ما فما شيء وفيه تحكي راب تك تك وفيه تحكي فهمت ما مش حكيت انستغرام ولا سكايب ولا فهمت ما انا ما نحملش يا والله يا خويا الغالي يا مراد والله 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 حلفني بوالله اللي ريت كان ابار واحد اخر معناها فما كعبيد مش ابارك انت ما كلمني راني معز والله العظيم وراني والسيد اللي تحكي عليه والله لاني لا نكرهه لا لن لا عندي معه والله ما عندي حتى شيء في قلبي اما كي يصير فازت مثلا عبد يبرمش هذاك هو الراب راهو ما تصور جايب توباك وبي تجي تحكي فرضا ما تجيش يا مراد والله العظيم كي قلت لك انا مش معذر فيك اقسم بالله الى نطلع وديزولي الناس اللي يتفرجوا فينا الكل في معناتها في انستغرام تاعكم والله الولاد راني افيك بليزير ومعزه وراه وقدر فيكم الكل اما والله خليها كان باش تتفضل تتفضل يا دي خليها والله ما حيخي شيء باش يصير خليها خلي تتفاد موسيقى تتفاد محليها في الشارع نتعاركوا مثلا نعطيه مقص يضربني بحجره محليها اخوي نورمال محليها ما جاوبنا بيه يا ودي ولا خلاه جاوب بيه بعد يا اخي انا وكلاي ما تعاركناش تعاركنا كنت نحكي للتشات كلاي ريت خويا معناتها ريت كان جاي عندي خويا ما راهو ما يكونش كيما ما دام ما تسبليش امي والله ما دام
معناتها فما اللهم فما حدود اذا فتهم ما عادش نجم نولي اصحاب. هذا راب العباد في بالها حاجه بيرسونيل. انا قبل كان جيت عمري 20 سنه ولا 22 سنه راني خليتها امور بيرسونيل. واه كيفاه واه توا هذا حاجه هو راب في اطار الراب فهمتني. وانا ما نطلبش اذا انت تحب تعمل حاجه اي مش نحكي اون جينيرال ديالوج خارج اطار الراب نمشي معاك انت تحب. اما تحب تخلي في اطار الراب خليها في اطار الراب. تحب تخرج اما انستغرام والله ما تجيش والله والله ما تجيش انستغرام ما غير ما تعرف حتى حال حبة في العباد يا بسيكوين مش امور حبة في العباد. خلينا نحب نتعارك انت عندي برشا ما تعاركتش وعندي برشا وانا نستريمي قالك خلينا نتعاركوا ما يسالش وخيانه لنا والله العظيم. انت مشيت مخك لبعيد ولا لاني مانيش جبري ولا كنبدا نعمل فك ولا نمو سينيالي ولا عادي سمعت التيتر نتاعو وجي جي خويا يعطيك صحة. ذا ولايد عاقل هو والله ذا ولا والله ولايد عاقل ما طمح ليه ماهوش خايب وذاك هو يعمل في ستيل نتاعو واختار ستيل نتاعو ذاك هو خويا معناتها فهمتني. ذاك هو خليها راب خليها تمشي راب وهاكا فما البوبليك ها هاي كامل قلت لك خليها تمشي راب هاكا فما البوبليك خليها راب خليها راب تمشي راب خليها دريجر خويا بابير فايدة خويا نفوس مريقلة خويا وكاو انا زول لا والله انا ما نكذبش عليك باش نكون معاك حقوقي من الاول هو لقيت له عذر معناتها الفيديو الاول وقت اللي عمل اللايف يسب ما عجبتنيش الحقيقه والله هذيك ما لايف نعمل على عبد لايف ما عجبتنيش معناتها هذيك ما وبعدها هي فما كل يوتيوبر هذاك يسب برجوليه كلام خايب وباش تتيح قدر يا الروج دونك لازم واحد معناتها سي بون لازم تقف غادي الحكايه فهمتني. هذيك هو الراب يا اخي ما تنجمش هذيك هو الراب الله غالب لو كلاش في بارتي دو لا كولتور ايبون لازمك تكون انت تو اسيوم بردش تتحمل مسؤوليتك وكهو سينو يا ودي والله يا ودي اخويا معناتها شنو نقول لك يا الروج يا صاحبي تعرفني قد نحبك وتعرفني انت شنو هي معايا وانا شنو هي معاك ولو خويا انت كيف قدر برشا ونعرف كهو انا اخويا انا والله والله انت عمري ما دخلت في الحكايه الريه وما نقعد نتفرج من بعيد. انا انت صاحبي ونحبك برشا برشا وانت تعرف وهو كيف كيف زاد صاحبي حبيت تدخل هكا ولا حتى فهمت وكا اخويا اي 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 سي بون ليه خليها الروس خليها تو ولا يقول لك حكايه خليها هكاك خليها بطبيعتها خليها بطبيعتها بريقل يا بريقل جوك بيه وعايش خويا والله والله صاحبي في تونس انت اي يوري تتقابلوا لا يمين تقابلوا خويا اي كلمني تو نتقابلوا نمشي ونعطيه ستاير والحكايه وكذا نمشي لك شو فاهم يا خويا غالي شو يا هاشم يكون احلى تصوير في العالم مش بلاش يكون في زوز سيبونا قالوا بلاش ضربة بضربة والسلام عليكم وبطل ضربة بضربة يا بين بيه ليكم مع عالم غريب سيبونا بلي سيبونا أنا كلاشيكم في زوجة أبسيكو راك خويا الغالي والله يا خويا والله عايش خويا عايش خويا الغالي وإيش باش نقول لك خويا فاش باش نقول لك خويا ربي يهديك وكهو والله ربي يهديك هاي صاحبي برا أنا خليني خليكم خويا نمشي انا قرب يعمل نيمو راب شوي مزمر عليك غادي استنى لحظه لعشني اشتوفه بالكلاش انت عطيته كلاش وهو عطاك كلاش وفيت الحكايه ما عادش فما كلاشات اخرين انت بدي انت عطيته كلاش وهو عطاك كلاش وفيت الحكايه اي سي بون سي بون والله والله سي بون وفيت الحكايه سايب علينا وفيت الحكايه هذه سايب عليكم قال كلاش بكلاش كل فين خويا لفتنا لحد شيء كل تو انت قلت البليكه كان عملها هو عركه مع رفاريخ نسب معك كان انت عملتها مع واحد اخر نسب معك الصباح يعني واحد ولد حومه لاخر ساعه سايب علينا نحكي وانا كلاشيكم في زوز لا لا ديروا لي والله ولا تسيسوا رياحكم ولا نعرف ان انت قلبك باهي والروج قلبه باهي وانت يحبوا يصلحوا صارت مشكله كذا انا ما بحكم معك خويا الغالي
والله الفازة اللي صارت والله ما تجيش، والله العظيم ما تجيش جملة، خاطر أنا يا روج ومعناتها كنت نحكي على عبد ونحكي عليه الفازة اللي عملها نتاع مثال كي قلت أنا مدخلها في حيط، راهي مشكلة أنا ماذا نقول على روحي، تقول دخلتها في حيط اليوم راهي مشكلة معايا، كي تعمل سوري وتسألني والله العظيم وما نجاوبش وتعاود الثاني معناتها ردت لك شعبية. وبعد كي تطلع نتفرج يقول في الشارع ونعمل لك ما تحكيش اللو. والله لا تحكيش والله بجوز انا برج ولايه برج ولايه الكونكسيون خايبة عنده هذا كلام فاضي. خذ هنا المشكلة سايبون اتاك فلاش اعطيته فلاش سايبون اللايف نحكم واحدة بواحدة وسلم شيتا كيكة وسلم عليكم. وي خويا تسمع هو راد فيكم الكل يا عمر خويا الكل خويا والله لا يحكي انستغرام لا فيسبوك لا شيء احنا خويا وخلينا ديتك ياك وفيتك ياك ومحلينا خويا الكل لك في اي برشا الحكايه اخي رابو لك يا الروز والله يا نحكي انا لاني عندي فازا لاني ديما اللي عندي نقوله ديما نحكي بصراحه فهمتني كي يبداو زوز ولاد صغار في المكتب تعاركوا ضربوا رواحهم بالحجر والله يحكي لهم الحكايه هذه اما كي يبدا عباد كبار كل واحد مسؤول كل واحد عنده عباد تبع فيه ولا اصحابه واللي هو فما حاجات فما حاجات لازمك يا ودي خويا تعرف شي كيفاه والله يا ولد استغفر الله يا رب لا اله الا الله لا اله الا الله والله يا اخي شنو الفازه هذه اقسم بالله انا دخل انا راسي في حياتي والله لا شيء وقسما بالله راه ما عرفتش خويا شنو هي يا ودي يا سامي ربي عمر هذاك الدو طالع اقسم بالله مره جايه تحل فمك تحكي اي حكايه راني قسما بالله راك والله بالله خليني راني نعرف روحي راني انا ما نجمش نشد روحي راني والله لا نجم طلعت راني قدر فيكم الزوز يا ودي يا اسمعني يا المره الجايه باش يبرد يعمل حكايه راني هو كان لايا خليفه راه يولي لايا القصوري واي باز تحب في الشارع عطيتهم تشالنج تطلع معايا خلي نسير قبل في الشارع ما عجبتنيش على الاخر تطلع انت عطيت تشالنج للعباد توصل لحومتي اللي فيها انا اللي باش تجي تعمل معايا الخنان توصل عندك مونجالا وسبيدري كلابسو ولبس حواجب انا خليك تضرب نعمل لك هكا نقول لك اضرب وتليفونك عندك اضرب يا دي برا بعدني يا دي برا هل صلي على النبي لا يجيك استغفر الله يا ربي استغفر الله يا ربي يا ودي راهي في عركه راب ما تتفاضش في عارفها راني ريتني جاي راني عارف راني انا انسان انكونترولابل راني اقسم بالله العظيم والله 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 حياتي ألف مرة تدمر خاطر ما نجمش نكونترولي روحي والله العظيم أنا إنسان أنكونترولابل نعرف روحي جيت قال لي مراد كلمني ما نجمش يا معلم أنت معزة صاحبي يا معلم طلبني باش نتلفو أما ما نجمش جاني تتكلاشي فيا وجاي ماد وجهك معلم استغفر الله يا ربي طيب يا خالي يا روح 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 يا